السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا. فاليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم غراتان بلي بات والكفته وصلصه البيشاميل. كيجي زوين وسريع التحضير، وبالخصوص دابا البنات يعني كيف ما عارفين دابا حتى الصيف كيبغيو شي مأكولات اللي تكون زوينه واللي حتى وليداتنا تعجبهم. الصراحه البنات انا هاد الكراتان هذا عجب وليداتي بزاف. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، فغادي نحتاجو نص كيلو ديال لي بات. فانا اختاريت هذا الشكل هذا اللي داير بحال شكل القادوس، ممكن تختاروا اي شكل بغيتو ولكن هذا كيجي زوين. فهنايا عندي 500 غرام نص كيلو، وغادي نحتاجو جوج مطيشات. حيدت لهم الزريعه وحكيتهم، وبصله واحده مشلضه رقيقه تكون متوسطه الحجم، ومعلقه كبيره ديال حك مطيشه والمعدنوس والكفته على حسب افراد الاسره ديالكم. فاول حاجه البنات غادي ناخذوا لي بات وغادي نديروها تسلق في الماء والملح، في الماء والملح والزيت يعني حتى كيطيب الماء. وعاد باش كنضيفوا عليه لي بات وكنضيفوا شويه الملح وشويه زيت المائده، باش بحال هكا ملي كطيب يعني كتحل وما كيجوش ملاصقين مع بعضياتهم. فغناخذوا مقله غادي نضيف ليها شويه زيت المائده، وغادي نضيفوا ليها البصله، وغادي نخلوها حتى تطيب. فملي كطيب البصله شويه كيف كتشوفوا، غادي نضيفوا ليها الكفته ونحاولوا نفردوها بحال هكا بالمعلقه، باش ملي تطيب يعني تكون فرته ما تطيبش بحال هكا مجموعه. فخاص في الاول نفردوها مزيان. فهاد الكراتان هذا البنات صراحه كيجي زوين ويصلح انكم ديروه للغدا او حتى للعشاء، يعني اللي بغيتو راه كيشبع وحتى وليداتنا كيبغيوه، غادي يبغيوه لكم ان شاء الله. حتى انا وليداتي بغاو عجبهم. فغادي نبقاو نفرتو في الكفته بهذه الطريقه هذه ونحلوها بحال هكا على بعضياتها. وغنضيفوا ليها دابا مطيشات اللي حكينا. فهاد المطيشات البنات كيطلقوا الماء، يعني ما غاديش نحتاجوا اننا نضيفوا الماء فهاد الصلصه هذه ديال الكفته. كيف ما غتشوفوا معايا يعني مطيشه غادي تطلق شويه الماء صافي. وغادي نضيفوا ليها معلقه كبيره ديال حك مطيشه والمعدنوس، وغنضيفوا حتى التوابل. كيف كتشوفوا البنات ها هي مطيشه دغيا طلقات الماء. فهادشي علاش ما نحتاجوش اننا نضيفوا الماء فهاد الصلصه هذه، يعني غير ديك الماء ديال المطيشه فغادي يطيب لينا يعني كلشي، يطيب الكفته مزيان. وغنبداو دابا نضيفوا في التوابل. فكيف كتشوفوا ضفت 4 معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال الخلقوم البلدي، ونص معلقه صغيره ديال التحميره، وممكن تضيفوا حتى الهريسه. فانا ولادي ما كيبغيوش الحار، هادشي علاش ما ضفتهاش. بحال هكا الا كنتو كتبغوا يعني الحار ضيفوا شويه الهريسه نيت مع هاد التوابل هادي صافي. وغادي نضيفوا شويه سكنجبير تقريبا نص معلقه صغيره، وربع معلقه صغيره ديال الكمون والملح، وضفت واحد يعني تقريبا ربع معلقه صغيره ديال بودره الثوم. بحال هكا الا ما كانتش عندكم بودره الثوم ممكن تعوضوها ب يعني تاخذوا غير جوج دروس ديال الثومه وتحكوهم، والملح في الاخر كيبقى على حسب الذوق. فغادي نحركوا كل شيء مزيان كيف كتشوفوا، وغادي نخليه حتى يتشرب شويه لاصوص، يعني ماشي تنشف مزيان كاع، غير فحال هكا يعني بقى فيها شويه لاصوص حيت هذيك لاصوص شويه اللي غادي تبقى. فغادي نخلطوها مع لي بات، ولي بات كيف ما عارفين راه كتشرب من بعد ما كنزيدوا ليها شي ماده بحال هكا تكون شويه مدسمه. فدابا البنات غادي نصاوبوا ان شاء الله صلصه البيشاميل. فغادي نصاوب غير ربع ديال النص ديال نص سيترو. فخديت كسرونه وضفت فيها معلقه صغيره ديال الزبده، ومن بعد ما كتذوب كنضيفوا ليها معلقه كبيره ديال الفورص ديال الدقيق صافي. كنحركوا بهذه الطريقه هذه،
وغنبداو دابا نضيفو في الحليب تدريجيا. يعني البنات هاد الكميه هذه راه ماشي كنديروها كامله في نص سطر ديال الحليب، انا كنديروها في غير في نص ديال نص سطر بحال الربع، وكنبقاو نضيفو بحال هكا في الحليب يعني غير شويه شويه، وحنا كنحركو في نفس الوقت. نضيفو المره الاولى شويه ونبقاو نحركو حتى نحصلو بحال هكا على كيف كيكون عاقد شويه بحال هكا، هو بدا كيعقد. فغادي نعاودو ثاني نضيفو للمره الثانيه واحد شويه الحليب ونحركو بنفس الطريقه، فما خصناش نضيفو كميه الحليب كامله حتى ما يبقاوش الكتل ديال الحليب كتل ديال الدقيق كيبقاو يبانو، باش نحصلو على صلصه البيشاميل تكون ناجحه. وغادي نبقاو نحركو بهذه الطريقه هذه حتى غادي نضيفو الحليب كامل اللي عندنا، يعني من بعد ما كيما كيبقاوش الكتل ديال الدقيق يبانو. فغادي دابا نضيف كيف قلت لكم البنات ربع نص سطر ديال الحليب، فلا بغيتو ديروا نص سطر ديال الحليب فغادي ديروا معلقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق كبار يكونوا عامرين ديال الدقيق. وغادي نضيفو واحد شويه البزار والملح دابايا. صافي دابا غادي نبقى نحرك مزيان ويكون على نار مهيله حتى يبدا تعقد شويه، غير انا ما بغيتش تكون عاقده بزاف، فغادي نستمروا بحال هكا بالتحريك البنات باش ما يلصقش لينا صلصه البيشاميل تحت. من بعد ما سلقنا لي باط ودرتهم يتصفوا، فضفتهم دابا في هذا الاناء هذا اللي كبير شويه باش يساعدني انني نخلط كل شيء. فغادي نضيفوا ليها الكفته اللي حضرنا. فملاحظه البنات ممكن انكم ديروا بحال هكا يعني مباشره في المول، ديروا مثلا طبقه ديال لي باط وفوق منها طبقه ديال الكفته وعاد باش من الفوق طبقه ديال البيشاميل. فانا البنات فضلت ان الكفته تخلط مع لي باط باش كيجي المذاق ديالها زوين، وكيجي حتى هي يعني كتجي بحال مبسمه بديك الكفته بحال كتجي مدغمره بها. فغنبقاو نحركو بحال هكا مزيان. خديت هنايا البنات مول على شكل اوفال، ممكن ديروا اي مول متوفر عندكم يعني ماشي مشكل، اي مول عندكم تخدموا بيه. فانا عندي هاد المول هذا هادشي علاش غادي نخدم بيه. فكنضيفو فيه هذيك لي بات والكفته اللي خلطنا. من بعد ما كنقادوها كامله في المول بهذا الشكل هذا، يعني كنقادوها بحال هكا من الفوق، فكناخدو صلصه البيشاميل وكندهنو بحال هكا الوجه ديال لي بات كامل. ملاحظه البنات ممكن انكم ديروا الطبقه ديال لي بات مع الكفته وديروا صلصه البيشاميل، وديروا الطبقه الثانيه ديال لي بات والكفته وديروا من الفوق ثاني صلصه البيشاميل فكتجي زوينه. وفي الاخر البنات حكيت عليها فرماج حمر من الفوق، فاختياري بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه. وغادي ندخلها الفران وتكون عافيه فوق منها غير يذوب الفرماج ونخرجها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان اللي حضرت معكم اليوم، اللي صوبناه بلي باط والكفته وصلصه البيشاميل. صراحه البنات كيجي زوين وكيستحق التجربه، وان شاء الله غادي يعجبكم غير جربوه. كنتمنى من البنات جداد تنضموا للعائله وتشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما كرهتكمش البنات انكم تبارطاجيو الفيديوهات مع اصدقائكم ومع عائلاتكم باش تعم الفائده. فكيف ما عارفين يعني هاد الميدان بالضبط ديال الطبخ كيكون صعيب شويه، يعني كيكون فيه تماره اكثر من اي حاجه. الصراحه البنات انا جربت وشفت، وبالخصوص اللي كانت شي حاجه زوينه وكنبغيو اننا نقدموها باحسن شكل وباحسن مذاق. وشكرا لكم ودمتم في رعايه الله، وبسلام عليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.